دوما دوما تك دوما دوما تك أحلى برنامج من دون شك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي الحقيقة من دون عك دوما دوما تك دوما دوما تك لغز السياسي عنده الفك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي بجرأة ولا مرة لك دوما دوما تك دوما دوما تك بننطر وقته تيك ورا تك 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 تيك تك تيك تك تيك تك العوافي من دوما كراتية لا مش شربي الخليل جورج عدوين بس مثل ما بتعرفوا كل ما يكون مشي خليل غايب بيكلفني لإلي حتى أقدم دوما كراتية مطرحه لأن أنا بستكتب الناس عن بجنب كبار وصغار ورجال ونسوين رح نبدأ مع المؤتمر اللي عقده الوزير بطرس حرب للإضاءة على استراتيجيته لوزارة الاتصالات العوافي شيخ بطرس العوافي استاذ عدوان العوافي معالي وزير الاتصالات الله يقويك وينصرك على الحي اللي ناطرتك حي حبيبي حيات ناطريني بالدور قلت انه الوزارة عم بتخالف القانون كيف؟ عم تاخد مصاري من الناس بطريقة زعبرة وتعطي الناس خيبات وشو رح تعمل لتواجه اللي عم بيصير؟ بدي خفض الفواتير على الخليوي وعلى خطوط العادية ووضعت خطة؟ نعم وشو بتقول الخطة؟ حضرتك قديش بتدفع فاتورة تليفونك بالشهر؟ كتير عظيم يعني بتحط شي 10,000 ل20,000 بالنهار هيك شي طيب اطلبني هلأ مش عم بتعلق شفت عهل معدل ما بتجي فاتورتك بالشهر كله 20,000 لان ما فيك تتصل بحدا التوفير مضمون واو ملا خطة شكرا شيخ بطرس وبعد الاعلان عنا شي توب 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 تيك تك تيك تك تيك تك منتابع ديمقراطية ومننتقل على منطقة عانا لنشوف هيدا المواطن اللي حرق حاله ليش حرق حاله ومن شو عانى وهلأ بدي ودعكن على أمل إنه كمان يغيب استاذ شربل واطلع أنا مطرحه بحبكن أعزائي المشاهدين I love you تشاو تيك تك تيك تك تيك تك مرحبا عميد أهلا مش أهلا عميد شو قصة الزلمة اللي حرق حاله بعانا؟ صحيح انه انت الك اس بالموضوع؟ ميشو؟ فشر! انا الي اس يا ميشو انا رجيل وشايف حالي قد الدني معقول بتقلي الي اس؟ بفرجيك شو قلي؟ يا عميد اس يعني الك خصة هلأ فهمت اول شي نزل تفكيري سقط يخرب ذوقني شو علاقتك بمشكلة عانا عميد؟ ميشو؟ بصريحة ما حدا عانى بعانى قد ما العميد عانى عميد عيد عيد شو قلت؟ من عقلك بعرف بعد عيدة طيب شو صار على المزبوط؟ ميشو الأرض بعانى وترمبة وكل شي ملك بيت قضي هيدا الظلمة مطلبس على الأرض و قصدك مصلبط اي ميشو فقلنا له فل يا حبحوب ما بده تشكوكنا عليه واخذنا الحكمة لصالحنا الحكم عميد مش الحكمة اي هيها بس ما كان فينا نطبق الحكم لانه الحكومة كانت مرحومة مفطسينا 8 أدار ايه وشو صار تحرق حاله الزلمة فكره يعمل ضدنا ثورة مثل ثورة البو عزيزي بتونس فطلعت صورته صورة البوعة زيزي بس انه ليش ما كان فيك تشيله قبل عميد حتى اليوم قدرت تشيله ميشو لانه بقع ما بتنشيل وما بتنضف الا ما يشيل اشرف جغبي مدام دوما دوما تك دوما دوما تك أحلى برنامج من دون شك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي الحقيقة من دون عك دوما دوما تك دوما دوما تك لغز السياسي عنده الفك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي بجرأة ولا مرة لك دوما دوما تك دوما دوما تك بننطر وقته تيك ورا تك 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 تيك تك تيك تك تيك تك